إذا أعدموا لفرحات باشا كيف رح نقدر نهدي بيان وقتها؟ والله بالطق. بلكي بيعفي عنه سلطانة؟ هالمرة مستحيل يسامحه. تعالي بنتي، لو جبتي ولادك معك اشتقت لهم كتير. إن شاء الله مرة تانية سلطانة. كيف خديجة؟ عم قول شو رأيك نروح لعندها نزورها؟ اطمني، هي مبسوطة كتير، جوزة إبراهيم باشا رجع، هو هون هلأ. أعطيتوها خبر إني إجيت؟ شو رأيك بكرة منروح منزورها ومنه بتشوفك؟ الحق معك سلطانة، أنا من واجبي زور أختي بأسرة بعد ما تزوجت. صادقة؟ وضعك مو عاجبني من كم يوم، ليش هيك دائما عابسة؟ إذا كان في شي قولي. لا سلطانة ما في شي، مبسوطة ومرتاحة كتير. شكرا لسؤالك. بيان سلطانة حبيبتي. أهلا وسهلا. أهلا فيكي، كيفك بنتي؟ الحمد لله أنا منيحة. أختي اشتقت لك. كيفك ألفت؟ نشكر الله. يا روحي يا خديجة، أنا ما قدرت أنطر وقت سمعت اللي صار فيكم. الحمد لله على السلامة. بكرة بتحملي إن شاء الله. إن شاء الله يا بيان. إذا بتسمح لي السلطانة رح أخذك على ساماندرا مشوار، لو بتشوفي شو حلوة مثل الجنة وفيها قلعة كبيرة كتير. ما فيني أوصف لك الطلة الحلوة من القلعة على نهر تونا. إن شاء الله رح نستضيفك عنا. بيكون إلي الشرف، موافقة أروح. ألفت خدي بيان ورجيها الحديقة، الحديقة هون حلوة كتير، روحي شوفي يا بنتي. من عيوني سلطانة. خليكي شوي. رح موت من خوفي أنا يا خديجة. خايفة؟ طب من شو؟ أخبار سهرك وصلت لأخوكي. آخ لو شفتي وشه للسلطان. ما بظن هالمرة يسامحوه. أنا تواصلت له المرة الماضية، بس اليوم صعب كتير إني خلصه. مو بس صعب، مستحيل. هلأ بيكونوا بالديوان عم بيحاكموا، على الأغلب وقت منرجع على القصر حيكونوا منفذين حكم الإعدام فيه. ما بعرف شو بدي أقول لأختك بيان. معقول يا دمو؟ سلطاناتي مولاتي السلطانة تعال سلطان.
سلطانة، في شي خبر سيء؟ خلينا نرجع على القصر. قال السلطان حابب إنه يشوفه. سلطانة، لو سمحتي لي أنا حابة أجي معكم، وطبعاً من بعد إذنك. تعالي خديجة. سلطانة، شوفي بلوة كبيرة يا ألفت، وفرحات وقعنا فيها. من هون تفضل. مولاي، السلطانة بيان اجت. تتفضل. سلطانة، بيان، الحمد لله على السلامة. مهموم كتير مولاي، خير قلي في شي؟ ما في شي يا غالية. انتي مبسوطة؟ قدرتي تتعودي على ساماندرا؟ مبسوطة كتير مولاي السلطان، أولادي كمان حبوا كتير لساماندرا، تعودنا. وقت سمعت بالعصيان أنا قلقت، وبصعوبة أقنعت فرحات ليجيبني لعندكن لهون، وبالأخير هو وافق لما زعلت. الحمد لله أنتو بألف خير. مولاي، وشك في كتير قسوة وحزن، كأنه في شي صاير. شو الموضوع؟ فرحات باشا، اليوم اتحاكم بالديوان وفورا تنفذ الحكم فيه. بيان، شو رح يصير فيها هلا؟ شو رح يصير فيها بعد ما مات زوجها؟ ما بعرف يا خديجة، بس بيان رح تضل عنا بالقصر. لازم ترجع تعيش معنا، ونحن لازم نوقف جنبها. بيان، نفذت؟ أعدمته؟ قتلت جوزي؟ تعالي. اوعى تلمسني، اوعى، خليك بعيد. فرحات، يا الله ساعدني. قاتلين، قاتلين، انت قتلته. بيان، قاتل، قاتل. بيان اهدي شوي، اهدي بيان، لبرا. انت مثل ابي تماما، لكن بتساوي هيك شيء بتقتله، لكن بتساوي هيك شيء باخدك، لكن بتغيظني. اهدي، اهدي شوي. خلص بيان، خلص، اهدي اختي، اهدي، خلص اهدي، خلص اهدي، رح تضلي هون. انت بتضلي اختي، انا من خوفي عليك اضطريت اعمل هيك، فهمتي؟ انت بالنسبة لي من اليوم السلطان وبس. انت ابدا ما عاد تخصني، انت ما عادت اخي.
من اليوم سلطانة بس. بس انت ابدا ما عاد معي، انت ما عاد معي. شو زعلاني عليها؟ شو رح يصير فيها لما تعرف؟ يا رب صبرة وقوية لبنتي. بيان بنتي، كنتوا بتعرفوا كل شيء، كنتوا بتعرفوا انه فرحات حيموت. امتوا اخذتوني لعند خديجة اختي. مالي عني فكرة، اذا ضميتيني كل شيء رح يتصلح. بيان حبيبتي اهدي شوي، بدي اياك تكوني قوية. الله يخليك، اتركيني بهمي. انتوا قاتلين، كلكم هون اشتركتوا بهالجريمة البشعة. امي انا هلا شو بدي اقول لاولادي؟ شو بدي اقول للوقت اللي بدهم يسالوا عن قاتل ابوه؟ ردي حبيبتي. والله قلبي محروق عليكي، بس انت رح تضلي هون معنا، رح ترجعي تعيشي معي. لا امي، ما فيني اعيش بنفس المكان مع قاتلين جوزي. بيان لا تروحي، بعدي عني، مو حابه ضل بهالقصر ولا لحظه. طيب روحي اسكني عندي. قصدك بقصر ابراهيم باشا؟ مو بموت احسن لي. بيان لا تعملي هيك، رح يوقف قلبي. حاجتك بقى. بيان حاسه بوجعك، طولي بالك. صعب تحسي فيني يا خديجه. يوم اللي بيقطع أخوكي راس جوزك أبو ولادك، وقتها بتحسي فيني. تعرف شو قالت اليوم بيان يا إبراهيم؟ قالت لي أنت من اليوم سلطان وبس، وبالنسبة إلي ما عاد تخصني، وأنا ما عاد عندي أخ. وقت الانفعال أحيانا الواحد بيقول كلام مو طالع من قلبه. لأول مرة بحس إني عم ضر عيلتي من قرار أنا باخده. بهذا القرار يا إبراهيم أنا يتمت ولاد أختي. إبراهيم اتركني لحالي. خايف يا سلطان سليم؟